كابتن عمرو حديدي نجم مصر والنادي الاهلي. كابتن عمرو اهلا بيك. مساء الفل يا استاذ محمد. مساء الفل كابتن عمرو، بنسعد بيك دايما معانا سواء كنت ضيف او عبر الهاتف في رومنتادا. كيف ترى فنيا المباراه الاولى امام بوركينا فاسو والمباراه الثانيه امام غينيا بيساو تحت اول قياده فنيه رسميه للكابتن حسام حسن؟ بص يا استاذ محمد، لازم نبقى مقتنعين ان الهدف الاول المكسب، مفيش اي حاجه ثانيه. كل الكلام اللي اتقال والمعطرات اللي اتقالت حوالين الموضوع، احنا عايزين حاجه واحده بس، الهدف ان الكابتن حسام مع لعيبته مع الاحتواء بتاع لعيبته المحترفين والموجودين المحليين، ان احنا بنفكر في ماتش بوركينا بايجابيه. بفكر ان انا اول المجموعه، بس الثلاثه بونت مهمين جدا بالنسبه لي، بيدوا اشارات مختلفه. الاشاره الاولى طمانينه ليه والالفه بينه وبين لعيبته، الاشاره الثانيه غينيا بيساو انها خارج لها في ملعبها. احنا عايزين نقول ان السته بونت اللي جايين دول باذن الله باذن الله يكونوا من حليف منتخب مصر يا رب. فنيا الكابتن حسام حسن مع انضمام عمر كمال واستكمال يعني اللاعب اللي نقدر نقول المميز في الجال اليسرى، لانه جوكر ولعب الكلام ده قبل كده مع منتخبنا الوطني ونادي الاهلي وايضا نادي فوتشر قبل كده. المباراه الاولى وجهه نظرك حضرتك، التشكيل وطريقه الاداء طريقه اللعب شايفها ازاي؟ بص احنا هنقول ان الماتشات اللي زي دي لازم ان انا اكون بحط لولو اعلى مستوى ان انا بشتغل بيه، يعني 90% من وجهه نظري هيبقى الشناوي وهيبقى محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، معاهم محمد حمدي. انت هنا في الوقت ده انت بتجمع الالفه. حمدي موقوف يا كابتن، في عنده ايقاف في اول مباراه، يبقى عمر كمال. خلاص الكلام منتهي، عمر كمال هيديك شغل انت محتاجه وانت شفته واطمئنيت عليه اذا كان مع النادي الاهلي، وهو قبل كده كان موجود في بيراميدز زي ما حضرتك بتقول، فالموضوع مش غريب عليه. الراجل ده بيقدر يعمل الحته الهجوميه والحته الدفاعيه والتغطيات العكسيه على اعلى مستوى. منعم وربيعه قبل ما نتخطى خط الدفاع، شايف ثنائيه يعني هي المطلوبه بادائهم الثابت مع النادي الاهلي في الدوري او في دوري ونهائي دوري الابطال؟ انت عندك حاجتين اللي بلعب بيه بكسب بيه، اللي هو ايه؟ الانسجام والربط ما بين منعم ورامي ربيعه. بقاله فتره في ألفة، في انسجام، في ربط، في سرعات، في التحامات، في قوة. الحاجة دي أعتقد إن هي فيها ربط ثلاث أربع لعيبة. يعني أنت لو لعبت بهاني وعمر كمال ومنعم ورامي ربيعة، هو خط ظهر النادي الأهلي، يعني بقالهم فترة بيلعبوا مع بعض. طب أنت يعني طب حضرتك كلمت قلت الشناوي، ما قلتش شوبير ليه؟ ما قلتش عواد ليه الحائز على الكونفدرالية الأفريقية مع نادي الزمالك؟ أنا عارف، أنا ما قلتش أي حاجة. إحنا هنقول مش بنفصلها على خالص، احنا بنتناقش على يعني الاقرب. بص يا استاذ محمد، احنا بنتكلم دلوقتي الصالح لمصر. الشناوي خبرات، الشناوي رجوعه بسبب اصابه مش فنيات، فرجوعه ده الطبيعي بتاعه، واحنا نبقى مبسوطين ان الثلاث حراس مرمى بقالنا سنين ما شفناش الثلاث حراس مرمى على مستوى الاخطبوط والبرج والقائد. اربع ثلاث حراس مرمى انت مطمن من ايام عصام ومن ايام نادر ومن ايام احمد صابر ومن ايام اسماء كتيره لعبت في الوقت دوت، كان في الفه وفي هدوء. نرجع لنص الملعب، هتحط مروان رمانه الميزان على يمينه، زيزو على شماله امام عاشور، على يمين زيزو محمد صلاح، على شمال امام عاشور تريزيجيه، فيروز صالح، مصطفى محمد. الاوراق الرابحه بالنسبه للكابتن حسام حسن اللي يستعين بيهم على مدار المباراه، انت شايف ان الربط ما بين صلاح وزيزو مش غريب، مروان وامام وزيزو مش غريب، تريزيجيه وامام مش غريب، الربط مع مصطفى محمد، الاطراف الثلاثه المحترفين القوه الضربه بتوعك الثلاثه صاروخ صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، واحد بيجمع ما بين السرعه والدخول في العمق عشان زيزو يشتغل من وراه ويبقى هو الطرف يمين. التسديدات اللي انت هتشوفها من تريزيجيه عشان بيستعمل المهاره والدخول في العمق والبليسنج في الكور المتحركه، يعني انت عندك اريحيه. تريزيجيه دخل جوه يطلع امام من بره، زيزو ده طلع من بره يخش صلاح من جوه، عندك روتيشن في الجزء الهجومي. هتلاقي نفسك بتحول طريقه اللعب لاربعه واحد مروان اربعه، اربعه واحد اربعه، اربعه واحد اربعه، انت بقى بتوفر على نفسك اربعه واحد اربعه واحد. انت خلاص انت في الوقت دوت ضاغط من الاول، عايز تستحوذ، عايز تجيب جون من البدايه، عايز تحسس الفريق اللي قدامك
ان انا جاي للثلاثة ضم بجون واثنين وثلاثة. المباراة الأخرى اللي هي المباراة خارج الديار، إن شاء الله نوفق في المباراة الأولى ونبقى نقدر يعني نقول خطوة مهمة جدا. المباراة أمام غينيا بيساو، شايفها طريقة اللعب فيها ومع تغيير خريطة الكرة الأفريقية اللي اتكلمنا فيها كتير ويعني شايفها هتبقى مباراة فيها حذر دفاعي، فيها اللعب على متغيرات المباراة، اللعب على بعض الأمور اللي ممكن يلعب بيها الكابتن حسام حسن في المباراة اللي هي خارج الأرض، شايفها إزاي؟ أنت هنا بالنسبة لك يا أستاذ محمد بتلعب هجومي عشان عايز تحقق التارجت بهدف واتنين، هناك أنت بتعمل ربط، بتعمل ربط في التوازن ما بين الهجوم والدفاع،